السلام عليكم. هشرح دلوقتي طريقة توصيل الهارد ديسك الخارجي، سواء فلاش ميموري أو كارت ميموري أو يو اس بي هارد ديسك. كله بيشتغل عن طريق الايباد، عن طريق قطعة الكاميرا كيت اللي هي دي. هنعمل بعض الأوامر عشان جهاز الايباد يشوف اليو اس بي ده ونقدر ناخد منه ملفات او ننقله ملفات. اول حاجة عايزكم تعرفوا البرامج اللي هننزلها وهنستخدمها في القصة دي. اول برنامج عايزين نستخدمه، البرامج اللي في السيديا الاول، في برنامج البرنامج ده زي البرو سويتشر كده، بيعمل باك جراوند ايه للملفات، هيبقى كويس في استخدامه يعني مع الشرح. اول حاجة هنحتاج برنامج اي فايل، ده طبعا في السيديا. هنحتاج برنامج اوبن اس اس اتش، وهنحتاج كده من السيديا دول بس. وهنحتاج برنامج روك. برنامج روك ده عشان ننزل منه برنامج تاني اسمه نانو، ده خاص بالتكست اديتور، هينفعنا في تنفيذ الاوامر في برنامج اي اس اس اتش. ده بالنسبة لبرامج السيديا. دلوقتي منزلين برنامج اي فايل، اهو اي فايل، والاوبن اس اس اتش طبعا ما بيبانش. وهندخل على برنامج، قبل ما هندخل على برنامج اي اس اس اتش، وده اللي من خلاله هنعمل كل الاوامر اللي هنشغل بيها الفلاش ميموري. هندخل الاول على برنامج روك، هنسيبه يعمل ابديت. اوكي، لما هيخلص خالص ندخل على سيرش، هنكتب نانو. بعدين سيرش، طلع علينا البرامج دي. ده البرنامج اللي احنا محتاجينه اللي هو نانو، هنعمله انستول. وبعدين كونفر، احنا كده هنبقى جاهزين لتنفيذ الاوامر اللي عايزين نعملها. اول حاجة في الملف دوت، طبعا انا رافعه لكم على السايت، ده اللي فيه الاوامر، انا طبعته في النوتس عندي عشان يبقى الموضوع سهل في الكوبي وبيست. اوكي، بالترتيب هنشوف ازاي ترتيبها. هنا اول حاجة لو دخلنا على برنامج اي فايل، عايزين نعمل فيه قبل ما نبدأ اي حاجة، خش على السيتنج، نعلم على دول. اهم حاجة نعلم على ابليكيشن نيم، ابليكيشن نيمز. اوكي، نخرج من السيتنج. طبعا لو خرجنا للروت مرة خالص في الاخر، في هنا برنامج احنا هننشئه في الاوامر اسمه فوليومز، ده لسه طبعا ما عملناهوش. اما هنبدا في تنفيذ الاوامر هنشوف. هندخل الاول على برنامج اي اس اس اتش. انا على فكره عملت جيل بريك من جديد وريستور عشان نبدا الخطوات مع بعض عشان يبقى الموضوع سهل عليكم. اول حاجه في الكونفيجريشن، ممكن تضيف الشبكه بتاعتك، والافضل ان احنا هنخليها في بحيث شبكة او مش شبكة، بره او جوه يلقط معانا البرنامج اي اس اس اتش. ده بنسميه اي اس. قول اول حاجة،
ما فيش مشكلة أي حاجة. الهوست دوت هنكتب في الهوست 127 دوت زيرو دوت زيرو دوت 1. اوكي ادي اهو، وهنسيب الخانة دي فاضية وهنخش على اللوجن، هنخليها روت ROOT. اوكي، وفي الباسورد هنكتب الباسورد اللي هو بتاع الايفون العادي اللي هو الباين. ده طبعا لو محدش، لو في حد مغير الباسورد يحط الباسورد بتاعه الباين اللي هي ALPINE. اوكي، بعد ما اقول الاعدادات التانية هنسيبها زي ما هي، هنعمل سيف. بعد كده اوكي ادي اول، طالما معلية مع جنب بالاخضر كده يبقى كده اوكي هيدخل عليها. اول مرة هندخل على البرنامج هيدينا رسالة نقول اجري او اكسبت. اوكي، هيبقى داخل عندنا بالاسم كده ايباد روت. اوكي، هنبتدي الوقت في تنفيذ الاوامر في الاضاءة كده افضل ولا كده. نبتدي في تنفيذ الاوامر بتاعتنا. اول حاجة هنخرج من البرنامج كده، ده طبعا برنامج اللي هو اللي بيعمل باك جراوند. هندخل على برنامج نوتس اللي مسجل اللي عاملين فيه الاوامر. اول حاجة هنعمل الامر الاولاني كده ونسلكت، وهنطبع اول امر كوبي، وهنعمل كده برضو، وهنخش على الاي اس اس اتش تاني، وهنطبع